أخ مروان يسأل عن فضل صيام ذي الحجة، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تلك الأيام؟ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام تسع من ذي الحجة، لكنه ندب فيها إلى كل عمل صالح ومنها الصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فيندب كل عمل ومنه الصوم. وأما اليوم التاسع وهو يوم عرفة فقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يحتسب الله أن يكفر السنة التي قبله وهذا والتي بعده، وهذا فضل واسع وكبير، نسأل الله من فضله.